سلمى، عم نحكي عن ضلع قادر يلي هو عنوان لمشروع عم يجسد عطاء وقوة وقدرة المرأة السورية عبر الزمن يلي كانت وما زالت رائدة وشريكة للرجل في شتى الميادين. أكيد فرح المبادرة يلي تحولت لشعار للمرأة السورية يلي عم تجتاز مراحل ومهمات عديدة، نلقي الضوء عليها أكيد مع رئيسة مشروع ضلع قادر رهف هارون وأيضا مسؤولة العلاقات العامة سماهر عمران. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباحكم، ميرسي كثير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم عن جديد. خلينا نبدا معك ست سماهر بالبدايه ونحكي اكثر عن ضلع قادر، خلينا نعرف اكثر عنه. هلا بالبدايه مشروع ضلع قادر هو انطلق ب نحن الغايه منه هو مناهضه العنف ضد المراه وتغيير نظره المجتمع للمراه، انه المراه هي رح مو بقى هي الضلع القاصر اللي ما يعني لا حول له ولا قوه، لا، المراه خصوصا بايامنا هي والازمه اللي عاشت فيها بلدنا بينت انه المراه السوريه هي قادره على العطاء، هي قادره على التضحيه، هي قادره على البذل. من العصور القديمه الى الان المراه اثبتت حضور واثبتت وجود، فلا، المراه هي في الحقيقه ضلع قادر. نعم، خلينا نحكي رهف يمكن وتعرفينا شوي عن التكريم الاخير اللي كان بلبنان. هلا هيك لو بالمختصر رجعت عدت مشان اذا كان في حدا من المشاهدين ما كان متابعنا من البدايه، هو ضلع قادر هي مشروع ومبادره انطلقت مع انطلاق برنامج الملكه. برنامج الملكه هو برنامج بيهدف لاختيار ملكه المسؤوليه الاجتماعيه، كل صبيه بيكون عندها مبادره موجوده على الارض لحتى نقدر نخدم المجتمع ضمن الحاجه المجتمعيه اللي هن موجودين فيها. فضلع قادر كان عم بيمثل سوريا بهيدا البرنامج، وبالنهائيات تم اختيار ضلع قادر المبادرة الثانية اللي بتحمل لقب الوصيفة الأولى على مستوى جميع المبادرات اللي كانت مطروحة، يعني من أصل 25,000 متقدمة من كل الوطن العربي كان ضلع قادر هو المرتبة الثانية بالمسؤولية الاجتماعية ضمن برنامج الملكة. فنحن بآخر يعني خلال الأسبوع الماضي نحن طلعنا على بيروت، كان في تكريم للملكة والوصيفتين. كيف قدرنا نحن يعني كل صبية كان في إلى كلمة عم بتعبر قدام، لأنه التكريم هو كان في مؤتمر صحفي كتير كبير، كل الإعلام من كل الوطن العربي كان مشارك ضمن المؤتمر، فنحن قدرنا ننقل هيدي الصورة أو من خلال هيدا التكريم قدرنا نعبر كل مشاركة أو الأشخاص يلي قدروا أنه يوصلوا للفينال ويأخذ مثلا لقب الوصيفة الأولى، قدرنا نعبر نحن شو الأهداف اللي اشتغلنا عنها وليش نحن موجودين هون وقد هي الرسالة. فعلا هي من احدى الصور هون وقت كنا عم نحكي قد ايه نحن كانت رسالتنا وقت فتنا، يعني بالنسبه لي وقت فت ضمن برنامج الملكه ما كان هدفي هو التاج او اللقب بقد ما هدفي انه فعلا اعبر عن المراه السوريه بالشكل الصحيح قدام كل الوطن العربي وبالاعلام اللي ممكن يوصل صوره المراه السوريه بشكل صحيح، يعني دون اي يعني هذا التغبيش اللي ممكن يصير خاصه بظل الظروف الموجوده اللي نحن فيها. لا كان فعلا مؤتمر كتير رائع، كان عدد المتابعين والشخصيات اللي كانت موجودة هي كانت كتير مهمة، فكتير انبسطنا انه نقدر نحن فعلا نوصل رغم كتير كل الصعوبات الموجودين فيها لهي النقطة اللي نحن قدرنا نوصل لها. رهف، خبريني أكثر كيف قدرتي تقنعي عدد كبير من سواء كان جمهور أو حتى لجنة أو حتى الناس اللي عم بتتابعك ببيوتها من مختلف أنحاء العالم بمشروعك بالأهداف اللي عم تتقدمي فيها؟ هلا انا بحس انه طالما نحن مآمنين بالشيء من الصميم قادر انه فعلا تنقلي بكل محبه لكل اللي حواليك، خاصه اذا كان هذا الموضوع هي حاجه بكل المجتمعات، يعني نحن ما بس عم نحكي عن سوريا هو الضلع القاصر، خليني اقول لكم لا، هو في فعلا عنف بكل دول العالم وحتى بالدول العظمى، هو في هيدي التفاصيل الموجوده كثقافه مجتمعيه. فانا وقت ضربت على الوتر ضربنا على وتر كل البلدان دون استثناء، فالنقطة هي قد ايه انت مآمنة، قد ايه انت عم تشتغلي على نقطة هي فعلا حاجة للشخص اللي مقابلك، والنقطة الثالثة والأهم هو وجود فريق معك هو فعلا مآمن بالشغل اللي عم نشتغله، فعم نعمل إنجازات على الأرض تقدر تنقل هي الصورة بشكل صحيح للمجتمع ويشوفوا قد ايه فعلا وقت ما كان موجود هذا الشغل كيف كنا وبس صار هذا الشغل كيف قدرنا نمشي خطوة لقدام نحو الأفضل. فبهي الطريقة نحن وقت عم الناس عم تشوف انه في شغل حقيقي على الأرض فعلا عم نتغير نحو الأفضل ما فيهم ما يؤمنوا بهذا الشغل اللي عم نشتغله. فبهي الطريقة قدرنا الحمد لله نأثر
بشكل ايجابي على اللي حوالينا. اكيد يعني اكيد رهف، بدنا نقول انه ضلع قادر هو مو مجرد اسم مشروع ولا مجرد اشتراك صبايا وسيدات سوريات ببرنامج، بغض النظر شو كان فحوى هذا البرنامج، هو شيء يمكن لدعم المرأة السورية. هون بدي احكي معك مدام سماهر، تعرفينا اكثر عن النماذج اللي اخترتوها ودعمتوها وشو الاستمرارية بهذا المشروع؟ لا مثل ما حكيت رهف من شوي، نحن الإيمان بالعمل هو كان الدافع وراء شغلنا. نحن بالبداية بدينا قبل طبعا بداية مشروعنا لهلا عملنا على التمكين المهني للمرأة. نحن عندنا 4 جوانب اشتغلنا عليها ضمن هذا المشروع، فكان الجانب المهني كان كثير مهم عندنا، فخرجنا دورات خياطة، خرجنا دورات كوافير، قتال والدفاع عن النفس، فكان عندنا بحدود 75 امرأة من مختلف شرائح المجتمع. الآن نحن استمرينا، فهلأ نحن عم نشتغل على الأرض بمكان هو اسمه مركز الرعاية للفتيات القاصرات، بما يعرف بسجن أحداث القاصرات. الآن نحن عم نعمل على إعادة تأهيل، وهي الصورة اللي هلأ شايفينها، نحن عم نشتغل ضمن هذا المركز عم نعمل على إعادة تأهيله من الأساس. نحن بنغير الصورة النمطية لهذا السجن والقيد لكل الناس، إنه بتعرف السجن هو أسر، لا، نحن رح نغير هالصورة ونغير التفكير النمطي لدى الناس. فنحن عم نعمل على إعادة تأهيله من حيث دهنه بألوان مبهجة ومفرحة. خلصنا هاي المرحلة، الآن انتقلنا إلى رسم بعض الصور وبعض الرسومات اللي فيها إيحاءات إيجابية تترك أثر نفسي في النفوس، لأنه هذا المكان هو بيستهدف أو الفئة اللي بتجي عليه هي من عمر 8 سنين ل 17 سنة، وفتيات قاصرات، يعني ممكن يكون هن فتيات مغرر بهن في النهاية. يعني من فترة قريبة الأسبوع الماضي فكنا عم نرسم على الحيطان صورة لفتاة عم تضحك وفرحانة، والموسيقى راقصة باليه بطريقة فظيعة. فأحدى النازلات ضمنها أو الجانحات بهذا المركز قاعدة عم تبتسم، فوقت يعني عم نطلع نحن فيها انه هي عم تتخيل حالها انه هي الفتاة الباليه، انه بس تطلع ممكن من هذا المكان تكون مثلها. فلاحظي الاثر الايجابي اللي ترك عندها. كمان رسمنا ضمن غرف هون خليناها الوان حلوه، الالوان اللي بيحبوها الفتيات، الوان الزهر، الموف، الكيوي، اللي يعني قد ما كان نحن بدنا نحاول نغير بهالنفسيه. احيانا بتكون منكسره من جوا، بس لا، انه نحن رح نمد اليد، يعني شو ما نحن قدرنا نغير ولو بجزء، بس انت عم تغيري نحو الافضل. فاحد الرسومات كمان كانت كثير حلوه، نحن راسمين شجره وهالشجره عليها ارانب ونازل منها مثل مرجوحه عليها فتاتين، فنفس النزيلتين ضمن هذا المكان، تخيلوا نفسهم انه هدول هن البنتين اللي قاعدين على المرجوحه. اضافه لذلك نحن بس ننتهي من مرحله الرسم رح نكتب بعض العبارات الايجابيه. انت قويه، انت من حقك تفرحي، انت انسان مؤثره. فهي العبارات يمكن بعلم النفس نحن كلنا بنعرف قد ايه بتعطي ايحاءات ايجابيه للدماغ وبترسخ. هن بس يطلعوا من هذا المكان وقت اللي بدهم يعني يفتعلوا اي عمل بيرجعوا بالذاكره انه لا، انا قويه، انا مؤثره، انا ايجابيه. فممكن هذا الشيء خليهم يرجعوا ما يخطئوا مره ثانيه ان شاء الله. فهذا الشغل كان هلا. كمان نحن طلعنا انه الشبابيك منظره كثير، انه انت هو بناء جدا بناء قديم من ايام الفرنسيين، فبتطلعي انت منظره كمان كثير محبط كثير، فاتت ما فيها شو يصير فيها شيء، قد ما البناء يعني هو مكئب، يعني كثير كئيب. فنحن عم نحاول قدر الامكان نعمله لمكان مبهج نوعا ما ضمن قدراتنا، تخفيف معاناة. نعم. فحتى انه اصدرنا ستائر تكون كمان ستائر تخفي ضوء الشمس، لانه هن كمان تدخل الشمس هن وقاعدين ما في شيء يحميهم بكره بفصل الصيف، بتعرفوا نحن باللاذقية كثير شمس حارقة ورطوبة عالية. كمان اخترنا ستائر قدمت لنا من احد الاشخاص تطوعا، يعني قدم لنا اياها المركز، كانت كثير رائعة وبألوان أيضا، يعني كنا كثير احنا حريصين نختار الشيء المبهج اللي بيدخل الفرح والسعادة لقلوبهم وتترك الأثر الإيجابي في نفوسهم. أكيد يعني عم نشوف عناية كبيرة بالتفاصيل سواء من رسومات وألوان وإلى آخره، أكيد هي ناحية كثير إيجابية وبتترك أثرها مثل ما تفضلتي. نرجع لعندك رهف. أنا بس حضيف شغلة صغيرة، إنه هو على كثر ما الموضوع يمكن بسيط، يعني نحن وقت عم نعيد
تأهيل هذا المكان هو دهن أو رسومات هو كتير بسيط، ولكن هي التفاصيل إنه نحن نفوت فيها. في معنا أخصائيين فيما يتعلق بموضوع الألوان، عنا أخصائيين فيما يتعلق بموضوع النفسي اختيار هدول العبارات أو الرسومات. يعني وقت بتجي أخصائية الألوان اللي هي من كلية التربية الفنون وهالقصص بتقلك لا بهذا المكان ما فينا نستخدم اللون الأحمر لأنه هذا ممكن يزعج لهم أعصابهم، لا خلينا نستخدم الألوان الهادية اللون الفلاني والفلاني. فهي الموضوع مو بس موضوع أنه يلا دهنا ومشينا وبرافو، لا هي فعلا أنه نحن كيف فينا نختار الأشياء فعلا تعدل أو تحسن أو تروق من نفسيتهم خلال فترة وجودهم. من باب الحرص عليهم كمان، من باب الحرص الشديد كمان على هي الفئة اللي ممكن ما كتير الناس عم توصلها بطريقة صح، نحن باب حرصنا، فكانت كل خطوة نحن عم نخطيها كانت مدروسة. أكيد. أول شيء بدنا كتير نتشكر وجودكم معنا اليوم، وبالختام بدنا نتمنى منكم تقدموا كلمة لكل الصبايا وحتى القاصرات ولكل امرأة يمكن هي بحاجة لنقول ثورة من داخلها على جميع أشكال العنف اللي ممكن تتعرض له. هلأ الشيء اللي بدي أقوله أنه ضلع قادر هو غير بشخصية رهف بشكل كتير كبير. نعم. على قد ما كان في هي ثقة ما قبل ضلع قادر إلا هلأ صارت مضاعفة. يمكن وقت منشوف الجانبين السلبي والإيجابي بشخصيتنا أو حتى بالمجتمع المحلي، فده بيعطيك دافع ومسؤولية أنه أنت تقدري تستمري وتكملي. الحالات اللي شفناها بمركز القاصرات كتير مؤلمة وكتير كتير بيتوقف عندها، يعني هي لحالة بدها برنامج خاص لحتى ينحكى فيها أنه هل فعلا بسوريا في هيك أوضاع عم بتصير. فأنت للوهلة الأولى بتنصدم أنه لا ما بتصدق، بس هي بالحقيقة عم بتصير وبكثرة، ولكن نحن يمكن لكون أنه الشرقيين ما كتير منصرح عنه ومنخبيه. فبناشد من خلال قناتكم أنه كل شخص لازم يتحمل المسؤولية، والأشخاص هدول يلي عم بيتعنفوا بطريقة أو أخرى هن كمان مسؤوليتنا، لأنه هن بطريقة يعني هن أول شيء سوريين، ثاني شيء هن إنسان مثلي مثله. فإذا ما كانت هي الروح الإنسانية عم نقدر نتواصل فيها مع بعض، فهي كلياتها حتعود بالسلب على كل المجتمع. نعم. بيوم من الأيام، فكتير ضروري إنه نفعل دورنا. وضلع قادر هو كتير بيفتح الباب لكل شخص حابب ينضم معنا أو نوسع القطر تبعنا. نحن موجودين بأربع محافظات وحابين إسا كمان نكتر يوم بعد يوم، فأي شخص بحب إنه يكون معنا هذا بيكون كتير من دواعي سوريا. تفضل. هلا نحن بدينا نتمنى، نحن بلشنا هون المجتمع من ناس المجتمع المحلي والأهلي بكل فئاته إنه يتضامن معنا. نحن بلشنا بهالخطوة، أخذنا بإيدهم لهدول الفتيات، لكن بس يطلعوا بدنا حدا يكمل المسيرة نحن بدينا فيها. كمان بدي أشكر الجميع، بدي أشكر فريق ضلع قادر. نحن فريقنا مو بس صبايا، نحن صبايا ومعنا شباب. بدي أشكر كمان نحن ضلع قادر جزء من جمعية كتير مهمة باللاذقية، هي جمعية المقاعدين وأصدقائهم، كمان كان داعمي إلنا، فكمان بدي وجه له الشكر كتير كبير. بالنهاية شكرا لكم قناة الإخبارية السورية. شكرا لكم كثير، واكيد فرح كل امراه سوريه وكل فتاه هي ضلع قادر. ان شاء الله هالعنوان يترسخ ويصير مبادئ لكل سيده وكل فتاه، والاستمراريه هي اهم شيء. شكرا كثير. شكرا كثير لكم. شكرا لكم، نتمنى لكم كل التوفيق.